نقول إذا اتفق الجنس فإنه لا بد من هذان، لا بد من هذين الشرطين، تقابض والتماثل. مثال: رجل يريد أن يبدل مثلا ريالات ورقية بريالات ورقية، نقول لا بد في هذا التبادل أن يجتمع الشرطان، تقابض في نفس المكان وتماثل في القيمة، يعني 10 بـ10، 20 بـ20، 30 بـ30. بعض الناس الآن ماذا يفعل عند الصرف في الفكة؟ يأتي مثلا للبقال ويعطيه 500 ريال، يقول عطني فكة 500 ريال، فيقول له البقال ما عندي إلا 400 ريال، خذ 400 وتعال لي بكرة ولا بعد شوي وأعطيك 100. فيعطي البقال 500 وهو يأخذ 400، ثم يأتي بعد قليل ويأخذ 100. هذا عين الربا. لا بد إذا كان من جنس واحد، إذا كانت العملة من جنس واحد، لا بد من التقابض والتماثل، لا بد من التقابض والتماثل. هذه من المسائل المهمة. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة أيضا، إذا كانت العملة تختلف، يعني ريال مثلا بدولار، ريال بدولار، ريال بجنيه، نقول هنا اختلف الجنس للعقد، يشترط الشرط الواحد وهو التقابض فقط، لا يشترط اللي هو التماثل والتساوي. أما إذا كانت العملة واحدة، لا، لابد من الشرطين.